جاء في سنن البيهقي عن عروة عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت قاعدة أغزل والنبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا، فبهت فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا عائشة بهت؟ قلت: جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا، ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره. قال صلى الله عليه وسلم: وما يقول أبو كبير؟ قالت: قلت: يقول ومبرأ من كل غير حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. قالت: فقام إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عيني وقال: جزاك الله يا عائشة عني خيرا، ما سررت مني كسروري منك.